وفي ذكرى التاسعة للإبادة الأزيدية، ترنو أعين النازحين من سجار في مخيم شارية في محافظة هوك صوب العودة إلى مناطقهم الأصلية بعد تطهيرها من الجماعات المنفلتة وتوفير مستلزمات العيش فيها. التقى مفد شرقية نيوز عثمان الشلش بعدد من النازحين الأزيديين الذين طالبوا أيضا بالكشف عن مصير ذويهم الذين اختطفوا إبان اجتياح سجار في 3 من آب عام 2014. إلى التفاصيل مع عثمان الشلش. 9 سنوات مرت على الإبادة الأيزيدية في العراق، ولا تزال جروحهم لم تتضمد، والآلاف من المخطوفين والسبايا لا يزالون غائبون، إضافة إلى أن العودة إلى سنجار لا تزال مفقودة. تتفاقم معاناة العائلات التي لا تزال تسكن المخيمات بسبب سيطرة حزب العمال الكردستاني على سنجار بعد طرد داعش. هذه العائلة التي خطف والدها لا تزال تنتظر معرفة مصيره، فالسنوات بعده باتت عجافا عليها كحال الكثيرين هنا في مخيم شارية في محافظة دهوك. لن أنسى طوال حياتي المعاناة التي عشناها أثناء سيطرة داعش على مناطقنا وهجرتنا، وحتى الآن لا أعرف شيئا عن زوجي الذي اختطف حينها. نعيش الآن ظروفا صعبة بعد أن فقدنا أهالينا. يبلغ عدد المخطوفين الأيزيديين حتى الآن نحو 6400 شخص، ويبلغ عدد الناجيات والناجين من قبضة داعش 3500 شخص، ولكل ناج وناجية وعائلاتهم حكاية، ومطلبهم واحد هو العودة إلى سنجار. لابد أن نعود إلى سنجار لأن عمقنا وتاريخنا هناك، وندعو الحكومتين المركزية والإقليم إلى تطبيق الاتفاق من أجل عودتنا إلى مناطقنا. وبحسب الإحصائيات فإن عدد الأيزيديين في العراق كان يبلغ 500,000 نسمة، يعيش غالبية من تبقى منهم في إقليم كردستان، ويبلغ عددهم نحو 189,000 شخص. للشرقية نيوز عثمان الشرش، دهوك. أصدر رئيس أقليم كردستان جيرفان البارزاني مرسوما يقضي بإجراء انتخابات برلمان كردستان في دورته السادسة بتاريخ 25 من شباط من عام 2024.